احنا شعب لا تبينون ان احنا ما نحب بلدنا، لا نحبها ومستعدين نخدمها ومستعدين نتنازل عن رواتبنا لتوفير حياة كريمة لكل الشعب. تقول لي في حرامي، في قانون يحاسبه. تقول لي في تاجر ما يتورع عن سرقة الكويت، هذا بجاب الأمر في القبر عند الله. إذا ما صادت الأمراض في الدنيا وافتكت فيه وفي عرضه. أنا أتكلم من منطق. تغنون سنين التغنون، ونتغنى معاكم إن بس خل تامر الكويت. لا، أنا أقولها من قلب محب وصادق، خل تامر الكويت وتشوفنا. إن بغت تنزلنا بحر نزلنا، وإن بغتنا نحفر لها البر حفرناه، ما عندنا مشكلة. حنا آباءنا وأجدادنا شقوا وتعبوا علشان نوصل للمكان اللي حنا فيه اليوم. فإذا إحنا عندنا هذا الحس بالمسؤولية، يجب أن نقاتل لضمان حياة كريمة لأحفادنا في المستقبل. وإحنا أرجع وأقول حنا بخير ونعمة. بعضكم يتفلسف الآن أن النفط نازل والله يستر، وهو الحين سيارات المطاعم واقفة عند باب بيته. بعضكم يسولف ويتبجح بقصة أنه لا ليش يشيلون الدعم، وليتات بيته كلها شابة الحين. شوية تحس في المسؤولية. تلبية لنداء صباح الأحمد ولا أحد سواه. فول ستوب.